مكملين مشاهدينا في فقرتنا، وركن الأخضر حاضر بامتياز بحضور الخبير في الفلاحة البيولوجية فريد مازوز. مرحبا بك أهلا فريد. صباح الخير لك وصباح الخير لكل المشاهدين. جيت وجبت لنا نبتة معك اليوم. بالتأكيد رانا شجيرة. رانا هذا الأسبوع تكلمنا إلا بدينا في الحمضيات. المرة اللي سبقت تكلمنا على شجرة الليمون لو سيترونيي، وهذا الخطرة ثاني جبنا نفس يعني جبنا الكليمونتين، يعني هي من نفس العائلة، لأنه على خطرنا يعني هذو، لأنه شفنا يعني خاصة في المدن ولا في القرى يعني هذا الأشجار يعني يديروهم لغرضين، من للزينة يعني والاستهلاك والاستهلاك صح. بالتأكيد، لأنه لما يشوفوا يعني شجرة كما هذه لما تلحق يعني السنة الخامسة ولا السنة السابعة ديالها كما هذه في عمرها عامين. عندي ملاحظة، يعني كل شجرة تجيبها فيها حبة برك. بالتأكيد، لأنه وعلى السنة ديالها عامين نحيتهم ولا هي تطيح لا برك. لا والله، غير هي في الأصل هذه عندها عامين، يعني الأصل ينحلها احنا نحلها الورد ديالها، لانه وعلا نحلها الورد ديالها باش ما يكونوش فيها الحبات بزاف، باش نعرفوا غير يعني النوع نتاع الفاكهه. لاخش السنه الاولين نحلهم الورد ديالهم باش يكون الجذور ديالهم يكون القوه ما تروحش للفوق، تروح للجذور. يعني كيف نحلها الورد؟ نخلو غير يعني وحده ولا زوج باش نعرفوا النوعيه برك. هذا ما كان، هذا استوس من عند الخبير فريد معنا. يعني ونخلو يعني وبقيه الورد، يعني لما نغرسوا شجره صغيره لازم يعرف المشاهد لازم ينحي لها كاع الورد، يخلي غير يعني زوج ولا ثلاثه باش يعرف النوعيه، لانه في بعض المرات يعني في بعض المشاتل يعني تقول له اعطيني شجره تاع قارص يعطي لك تاع تشينا، انت ما تقدرش تعرف يعني واش ديت. اذا هما متشابهين، هما متشابهين، هما نفس نفس العائله، يعني عائله الحمضيات يعني صح. على هذيك اللي قلنا احنا خلو وحده، ودوكا كيما هذه انا عرفنا لا فاريتي ديالها. تسمى المواطن لما يشري حاجه ويعرف يعني النوعيه ديالها، كي يشريها يكون متاكد باللي لما راح يغرس هذه الشجره تعطي له هذا النوع من الفاكهه. أوكي. على هذه احنا جبناها، يعني عندنا رساله كنا حابين نوجهوها يعني للمشاهد باش يعرف كيفاه يشري وقتاش يشري. يشري يعني في هذا الوقت باش يعرف النوعيه اللي راح يشريها، هكذا كيكون متاكد. لان قلت لك بعض المشاتل يعني يبيع لك حاجه ومع الاخر نهار تغرسها وتلقى روحك تعبت وصرفت عليها يعني مبالغ ماليه، مع الاخر تخرج لك حاجه واحده اخرى ومن بعد تتاسف. لا، ينصح انه تكون فيها ثمار باش يعرفوا نوع، باش تعرف طمرة. لما تغرسها تعرف يعني باللي واش من نوع يعني اللي غرسته. والنوع اللي جبته هنا هو الكليمونتين. الكليمونتين اللي معروفه يعني، وهذه قلت لك الشجره لما تنمو يعني حاجه مليحه، احنا نشجعوا يعني يعني الناس يعني باش يغرسوها. يعني على بالك في السنة السابعة تقدر تلحقنا حتى زوج قناطر في الشجرة. الله الله، الله يبارك. الله يعني يبارك. يعني غذاء، يعني ماشي نقول لك، وخاصة لما نعتنيو بها يعني ونغذيوها بغذاء يعني عضوي بك دي ماتير اورجانيك، يعني بمواد عضويه تعطينا ثمار الحموضه ديالها حابطه. كاين بزاف المواطنين يقول لك انا ما نقدرش ناكل تشينا لاخطش، وعلاه؟ يقول لك نسبه الحموضه ديالها عاليه. نسبه الحموضه هذه عاليه اللي ولات واسفه نقولوها، حتى يعني بعض الفلاحين اللي نعم مسببات. لانه شوف لازم نعرفوا حاجه، واش تغذيها تمد لك، واش تعطي لك، واش يغذينا الشيف كما نكونوا بصحه جيده. صح. هو يعني خبير يعني فيما يخص الغذاء الصحي للانسان، يعطينا يعني كيف نحضروا وكذا باش يعني تكون عندنا اكله طيبه وكذا. احنا نفس الشيء، احنا واش نعطوا الغذاء يعني للشجره باش تعطينا ثمار طيبه. هي الاشكال وين؟ لازم المشاهد يعرف. نبعدوا، قلت لهم في الخطا اللي فات نعاودوا، بالك كاين مشاهدين اللي ما شافوش الحصه اللي فاتت، لازم نقول لهم لازم نبعدوا على زوج حاجات. نبعدوا على لا فيونت دو فولاي يعني فضلات الدجاج، ونبعدوا على لو فومي دو بوفان يعني فضلات الابقار. كاين بزاف على بالك، وهذو هما الزوج اللي قضينا بهم يعني على النوعيه الجيده اللي كانت في المتيجه. ونزيد ثاني بعض يعني المواطنين يروحوا يستعملوا لامونياك، يعني لامونياك يعني اللي على بالك هي اللي زادت في نسبه الحموضه يعني في الفاكهه، خاصه يعني في المتيجه. والله يقولها لك يعني كارثه،
كانت عباك شنو النتيجه واش كانت تعطينا يعني. فريد خلينا نرجعوا للفضلات تاع الحيوانات، مع انه كثير من الناس يعتقد انه تعتبر فضلات طبيعيه من الطبيعه، كل ما هو من طبيعه يغذي الشجره. لا 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 يعني لازم لازم حتى يعني كاين امور تاع يعني ما نقولش موطئه طبيعيه، لان يعني نشوف يعني خاصه الابقار دوكا واش راهم يوكلوهم، وشوف الدجاج واش راهم يوكلوهم، يعني والله الفضلات ديالهم واش قلنا واش تاكل واش يكونوا الفضلات. أوكي. الفضلات ديالهم على بالك معمرين دي فيروس مثلا لو فومي دو بوفان، يعني فضلات الابقار لو بي اش ديالهم الفي ونسبه الحموضه عاليه وفيها تاثير سلبي على نمو صحي صحيح للشجرة. يعني والله كل الأشجار ولا غير الحمضيات؟ كل الأشجار كل الأشجار كل الأشجار يعني نبعدوا عليهم نهائيا، نبعدوا عليهم نهائيا. وحنا ننصحوا يعني المشاهدين مثلا دوكا مثلا الأسمدة العضوية قليلة، مع أن احنا كاين بعض الإنتاج نتاعها، لكن واش يديروا؟ يعني أضعف الإيمان واش روحوا؟ نجيبوا فضلات نتاع يعني نتاع تاع الكباش نتاع الخرفان هذوك، ونحاولوا كيف يعني ندير لهم يعني اون فيرمونطاسيون، نليموهم وندير لهم شويه ماء باش يتفيرمونطاو ومن بعد نخدموا بهم. لانه علاه نتاع الكباش يعني البياش ناقص، البياش ناقص، وكيكون البياش ناقص يعني يكون عندنا نمو صحي صحيح. نعاودوا نقولوا ثاني امر واحد اخر اللي هضرناه في الحصه اللي فاتت، على قلنا يعني كاين بعض المواطنين نقولوها واسفه يعني نقولوا احنا ما يعرفوش، معليش يدير شجره يعني تخرج لنا الثمار مع الاخر يخلي الثمار في الشجره، يعني هذا شيء مؤسف. لانه علاه فيه عده اضرار، الاولى يضرب الشجره، لانه علاه لما ما نقطفوش الثمار لما تنضج واش يصرى لها؟ يصرى لها التعفن، والتعفن هذاك وشنو؟ سيدي مرضي اللي مرضوا له الشجره، هذا من جهه. زيد حاجه تجلب له على بالك الحشرات، شوف الشجره تجلب له الحشرات، يقول له الحشرات حتى يدخلوا له يعني للدار ديالو ولا المحيط اللي راه تماك. زيد حاجه واحده اخرى ثاني نقولها واسافه، يعني يعتبر يعني تبذير واسراف. وعلاه نحي كل واش سهلك نتايا ومد الجيران ديالك، وهذه انعامه هذه داخله حتى يعني حق الجار في الشجره. مم ان شاء الله الجيران ديالك ان شاء الله كما احنا نتمنى ان شاء الله الفقر ما يكونش في الجزائر كامله، لكن مم الجار ديالك يكون غني. كي تنحي انت مثلا الحبيبات وتقول له هذه، يقول لك حتى في الدين ديالنا تهادوا تحابوا، صح داخله في المحبه. لذا وحنا ثاني كاين بعض الامور مثلا دوكا رانا السجره مثلا كلمه نقطفوا هكذا تنعرفوا نبداو شنو يعني الصبير، وقت الصبير لازم يصبرها. ونتكلموها ثاني على امر ثاني، كاين بعض الامراض اللي تصيب اشجار الحمضيات، يعني امراض فطريه ولا مثلا هادو لازم نداويهم، بصح ما نداويهمش بطريقه فوضويه ولا نروحوا نشرو الادويه من عند هذاك اللي في السوق الاسبوعي. والجليد، الجليد ياثر على هذا النوع؟ لا 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 في اصل شيء والله نقول لك عندنا، وكنقول لك حاجه، حتى الحمضيات نجحت حتى في الاراضي الصحراويه، والله حتى في الاراضي الصحراويه. هي نتفهموا حاجه لازم نعرفوا انه كيما تغذي ما تغذيها القوة اللي تعطيه لها. قلت لك هذا هو، كاين بعض قلت لك يقول لك بلي انا عندي النوارة طيح ولا الحبة ما تخشانش. منين الحبة ما تخشانش؟ لازم يعرف حاجة، الحبة ما تخشانش ما راهيش تاكل أكلة صحية. والأكلة الصحية واش معناتها؟ قلنا شوف الشجرة نتاع شوف الحمضيات يعني بصفة عامة تحتاج أرضية خصبة، وأرضية خصبة واش معناتها؟ قلناها خطر نعاودوها تان. كاين بزاف المواطنين يقول لك اه تلقاه مساكن وين يلقاو التراب الاحمر تلقاه محبطو ويبدا يلين في التراب الاحمر، التراب الاحمر هو المخير. لا يا اخي، التربه الحمراء هي تربه طينيه، وهذه من المستحسن التربه اللي نديروها باش تكون نمو صحي صحيح ما تكون تربه طينيه، ما تكون رمليه، تكون يعني نص 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 نص، يعني وحنا خاصة يعني اللي عنده امبتي جاردان ولا امبو ولا تحضر انت التربة ديالك. بذكر لو بتي جاردان، كاين بزاف ناس يكثروا من زراعة الأشجار وغرس أشجار ونباتات متقاربة هذه في هذه، وش هي نوع النباتات اللي تتماشى ومتطلبات ربما حياة وعيش هذه النبتة؟ نقدروا أي شجرة نسميوها لها ولا لازم تكون وحدها نغرسوها وحدها؟ والله نقول لك حاجة، يعني هي في أصل الشيء كاين معايير يعني علمية. احنا نتمنى وإن شاء الله كل مواطن لما قبل يعني احنا واش قلنا؟ قلنا إن شاء الله من كل مساحة صغيرة نديروا حديقة جميلة، لأنه على تعطينا منظر حضاري لائق.
قلنا يعني والله لما تشوف مثلا تدخل حي تلقى يعني هذاك الحي مثلا هذيك العمارات تلقى يعني في الشرفات ديالها نباتات يعني زهور كذا يعني والله بدون ما تعرف هذوك الناس تقول اه هذا السكان والله غير سكان يعني متحضرين تعطيك على بالك ديجا نظره ايجابيه وتعطيك هنا تعرف يعني الدور نتاع النبات على بالك باللي كما يقول لك لو جارديناج سي لار دي روا يعني فن نتاع الملوك يعني ماهوش يعني كذا احنا لازم ما يكونش قلنا لما نتعامل مع النبتة نعاودوها ثان لازم نعرف المواطن ماشي كي عنده امتي جاردان نروح نجيب جارديني اخدم انت جاردان ديالك لانه على سي اون ثيرابي لنفسك قلنا انه لما نتعامل مع النبتة اللي خضور يزيح كل المظاهر السلبية في نفسية الانسان هذا من جهة ومن جهة ثانية الحمد لله كما دوكا كاين الانترنت مثلا الزبير ولا كذا تروح هكذا حوس تدخل دير ابحاث كذا مثلا شجرة الحمضيات كيف نزبرها واش من حجر نحيها والمسافة بينها وبين شجرة اخرى انعام في اصل الشيء هذو كلهم كاينين لكن لازم علينا نتعلموا حاجه كاين وين نبته تحلب ارض ارضيه خصبه كيما هذو كاين بزاف يعني حكموني يعني ما هنا والله يعني برا يقول لك فوالا انا نغرس بالصح الشجره ديالي ما حبتش تكبر ما حبتش شي ما حبتش هي تكبر انت ما عطيت لهاش الغذاء الصحي الصحيح باش يكون عندك نمو يعني صحيح صح. اذا قلت لك هي كل انسان شوف تاكل تشرب تتنفس هكذا دوك لما هذه النبته نحكموا نبداو في الماء عمر الماء زيد تجي يجي الراجل يسقي تجي المراه تسقي يجي بنته وتسقي اللي يجي. لا لازم نديروا نظام غذائي لهذه النبته نظام غذائي لازم نعطي لها الماء الكميه يا خويا نديروا عندنا في الدار عندنا مساحه صغيره نشوفوا واحد اللي يختص اللي مثلا اللي يسقي كذا ماشي نحكموا له تويون تاع الماء ونفتحوه ونخلوه مع الخلو تويون تاع الماء واش يدير كي نديروا بوكو دو واش يديرها يديرها لاسفيكسي ولاسفيكسي واش يدير يدير لو بوليسمون دي راسين يعني تعفن الجذور ولما يكون تعفن الجذور يخنقها نولي يخنقها المهم هي تتغم مع داك واش تلقى اصفرار الاوراق ونزيد نقولوا حاجه واحده اخرى المواطن لازم المشاهد لازم يعرف حاجه ماشي الشرط يعني هذه امور بسيطه اللي خضور هذا هو اللي لقيت الورقه بدات تكحال عرف بلي سي دي كارونس يعني نقائص واش معناتها اللي لقيت الورقه بدات تكحال عرف بلي سي تانيكسي دازوت يعني كاين نسبه نتاع الازوت عاليه واذا لقيت الورقه صفارت هنايا عندك حاجات عندك اما عندك عندك النقص في الازوت والا عندك لو بوليسمون دي راسين يعني كقويه الماء كي تقوي الماء واش يدير لك تبدا تصفر لك الورقه الا بدات تصفر لك الورقه عارف اللي راهي رايحه تسمى للزوال هذيك النبته لذا لازم علينا نتعاملوا مع النبته كانك تتعامل مع صبي كانك تتعامل مع صبي لازم تعطي الغذاء كما مثلا هذه دوكا تحتاج الفوسفور اكثر من مثلا البوتاس البوتاس كما هذه النبته ما تحتاجش البوتاس وعلاه البوتاس يخدم الحبه لازم المشاهد يعرف دوكا قلنا عندك نبته صغيره معليش غذيها شوف يعني مواد كانوا يتباعوا الحمد لله دوكا كاين والله غالب الواجد كاين وما يتباعوش غاليين يعني حتى المواد اعطيها الفوسفور لانه الفوسفور واشنو فوسفور يغذي يعني يغذي يعني الجذور باش الجذور يتقووا لو طون كي يكونوا يتقوى الجذور هي تكون تكبر تبعني مليح لما ندخلوا ونزيد لك حاجه لازم يتعلمها مثلا المشاهد الشجره نهار تكون باسكو قريب ندخل ان شاء الله ربيع لك كتب الله سبحانه وتعالى الوقت اللي تبدا الشجره تنور ما تخدم فيها والو ما عندك حق تزبرها ما عندك حق ما تعب شوف من المستحسن مام السقيان بعد السقيان وحنا وقت عمر المحطه انقضى نكتفي بهذا القدر استاذ فريد مازوز خبير في الفلاحه البيولوجيه نورتنا بحضورك وشكرنا كثير من اختيار هذا الموضوع ونتمنى حتى مشاهدينا استفادوا اكثر من خلال هذه المحطه والشجره اللي جابها لنا اليوم واش تقول لكل مشاهديك بحلول السنه الجديده نقول لهم عام سعيد عام مبارك نتمنى ان شاء الله الجزائر ان شاء الله في كل الازقه في كل الشوارع في كل كذا يعني ننوروا البلد ديالنا ننوروا الوطن ديالنا ان شاء الله يعني ونرجعوا يعني الازقه ديالنا كي كنا نمشوا نشموا رائحه طيبه وان شاء الله تكون كرائحه المسك وتكون حتى المعامله ديالنا من المعامله الطيبه اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اطيب معامله يعني مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم برائحه المسك ورائحه المسك يعني تعتبر داخله حتى في الاقتصاد ديالنا وانت عطرت لنا بلاطو ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله عام خير وعام ان شاء الله سعاده وهناء
ورخاء ان شاء الله للامه ديالنا ان شاء الله على ربي، ونكونوا ان شاء الله متفائلين بالخير. شكرا لك فريد. مشاهدينا مكملين في محطتنا وفقراتنا، رايحين على فاصل غنائي واجهين، تفضلوا.